تعيش الولايات المتحدة حالة من التجمد والعواصف الثلجية، حيث تم إلغاء العديد من الأنشطة وتم إعلان حالة الطوارئ في عدة ولايات. يتعرض الملايين من الأمريكيين لخطر الموت بسبب البرد الشديد الذي تسببت فيه درجات الحرارة المتدنية التي حذرت منها خدمات الأرصاد الجوية. تم إرسال تحذيرات إلى حوالي 95 مليون مواطن، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض الولايات إلى سالب 17 درجة مئوية. تتسبب الأجواء القاسية والصقيع في تعطيل حركة النقل، حيث تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية وتأجيل آلاف الرحلات الأخرى من قبل شركات الطيران. كما تعاني بعض المناطق من انقطاع التيار الكهربائي بسبب العواصف الشمالية الشرقية وتساقط الثلوج في أجزاء من الجنوب. مع تواصل العواصف وتساقط الثلوج، تزداد التحديات التي يواجهها الأمريكيون. يجبرون على الابتعاد عن الأنشطة اليومية وعدم الخروج من منازلهم للحد من التعرض للبرد القارس. تأثرت الفعاليات الرياضية والثقافية بشكل كبير، حيث تم إلغاء تصفيات كرة القدم وتأجيل الحملات الانتخابية الرئاسية. الصقيع القارس يشكل تحدياً خطيراً لسكان الولايات المتحدة، ويعكس حجم الأزمة التي تعيشها البلاد في ظل هذه الظروف الجوية القاسية. وأيضاً تعرضت عدة ولايات في الولايات المتحدة مثل كاليفورنيا وأيداهو وإلينوي وويسكونسن لحوادث وفيات نتيجة الظروف الجوية القاسية. في بحيرة أوسويجو بولاية أوريغون، تسببت رياح عاتية في سقوط شجرة كبيرة على منزل، مما أدى إلى وفاة رجل مسن. كما تم الإبلاغ عن وفيات أخرى مرتبطة بالطقس في الولايات المذكورة سابقاً. تأثرت حركة النقل بشكل كبير جراء العواصف الشتوية العنيفة، حيث تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد قبل عطلة نهاية الأسبوع. تسببت هذه العواصف في ظروف خطيرة وكارثية في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة. هذه الأحداث تجسد التحديات الهائلة التي تواجهها السكان والبلاد بسبب الطقس القاسي. تعمل السلطات المحلية والجهات ذات الصلة على تقديم المساعدة والدعم للمتضررين وتنظيم الجهود اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.